انت فاكر انك لو عملت خير مش هيتردلك؟ أأكد لك انك بعد الفيديو ده لو جات لك اي فرصة انك تعمل خير مش هتفوتها. يلا نخش في الموضوع على طول. في ولد دخل صيدلية وسرق منها دواء، بس صاحبة الصيدلية مسكته وقالت له انت هتعمل ايه بالدواء ده؟ الولد كان باصص في الارض وقال لها ان امه مريضة. في اللحظة دي كان في بياع واقف هو وبنته الصغيرة في المحل بتاعه جنب الصيدلية وشاف اللي بيحصل. راح للولد وسأله والدتك مريضة؟ الولد هز راسه. الراجل دفع الفلوس بتاعت الدواء لصاحبة الصيدلية وقال لبنته تحضر له شوربة خضار، بعد كده حط الاتنين في كيس واداهم للولد. الولد اتصدم من الموقف ده ورفع راسه وبص في عين الراجل اكنه بيقول له شكرا، وجري بسرعة لوالدته عشان يلحق يديها الدواء. وبعد 30 سنة الراجل ده كبر وعجز، وهو شغال في المحل بتاعه تعب فجأة واغمى عليه. بنته جريت عليه بسرعة واخدته للمستشفى، وساعتها عرفت ان مصاريف علاج والدها كبيرة قوي ومش هيقدروا يدفعوها. البنت راحت للدكتور وهي بتعيط وعرفته ظروفها، وعرضت المحل للبيع عشان تنقذ والدها. وبعد فترة والبنت قاعدة جنب باباها في المستشفى لقيت على السرير كشف بالحساب، والغريب هنا ان المصاريف كانت صفر وكل الفلوس كانت اتدفعت، وكان في جواب صغير مكتوب فيه ان المصاريف اتدفعت من 30 سنة عن طريق الدواء وشوربة الخضار. الدكتور اللي عالج والدها هو الطفل الصغير اللي كان محتاج مساعدة، والموقف اللي حصل معاه ده هو اللي خلاه يرد الجميل. ومش كده بس، بقى بيعمل مواقف إنسانية كتير مع أي حد محتاج. عشان كده لو جات لك أي فرصة إنك تساعد محتاج أو تعمل خير ما تضيعهاش، واللي عند ربنا عمره أبدا ما بيروح.